الحمد لله الحمد لله ودعنا فصل الصيف وبدأنا مبارح فصل الخريف. فصل الخريف طبعا بالنسبة لبعض الناس في ناس كتير ما بتحبوش للأسف وبيقولوا إنه بيسبب بعض الكآبة كده. في دايما حاجة معروفة اسمها اكتئاب تغيير الفصول يعني مع بداية كل فصل كده في بعض الناس بتقريف شوية بتتضايق شوية ممكن تتذكر حاجة مثلا كانت مضايقاها في نفس التوقيت ده. لكن على كل الخريف ده حاجة جميلة جدا 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 وأحسن بالمناسبة يعني لأنه هو أحسن من الشتاء وأحسن من الصيف لأنه حاجة في النص كده لا في درجات حرارة مرتفعة ولا في برد ولا في مطر ولا في أي حاجة. يعني بقول في ناس ممكن تتضايق الجو لطيف يستحملونا يستحملونا صح احنا كلنا بنشيل بعض عندنا أربع فصول كلنا بنستحمل بعض بس كده. احنا طبعا الأجواء دي هتستمر معانا 90 يوم الأربع ساعات عشان بس نكون عشان نكون في دقة 89 يوم و20 ساعة بالظبط حوالي 3 شهور هنعيش أجواء مختلفة طبعا مع الخريف في البداية اللي هو الأيام اللي احنا عايشينها دلوقتي يمكن يكون في شوية بسيطة كده ارتفاعات في درجة الحرارة لكن مع الوقت هنبتدي نحس بقى ايه بتحسن الجو. مهم يعني يا شاذلي واحنا بنتكلم على فصل الخريف هي انه فكرة التمهيد للجو دي لطيفة جدا يعني ان انت تدريجيا تلاقي درجات الحرارة ابتدت تقل واحدة واحدة ما يمنعش ان احنا نفكرك ان الجو كان حر فتبتدي ترتفع مرة تانية فيعني الاجواء بتبقى الطف. الصبح شويه بيبقى فيه ارتفاع في درجات الحراره بالليل بيبقى فيه انخفاض ملوش اي علاقه خالص بدرجات الحراره الصبح فالناس الصبح بتبقى لابسه خفيف بالليل لازم تبقى معاها حاجه تقيله لانه بجد في اختلاف تام صحيح. في درجات الحراره وبس خلينا نقول ان احنا نبص لنص الكوبايه مليان ان احنا بنتخلص شويه من حر الصيف لانه الصيف السنه دي كان حر قوي كان فيه ارتفاع كبير في درجات الحرارة بس الخريف كمان مش معناه ان ده برد يعني دي مرحلة انتقالية لطيفة كده بناخد راحة من الحر الشديد جدا اللي كان موجود في فصل الصيف وفصل الخريف بالنسبة لناس كتير يعني بيعتبروه الربيع الحقيقي ليهم على فكرة في ناس بجد بتتعامل صحيح. مع فصل الخريف على ان هو انه الجو بيبقى لطيف بيبقى فيه لسعة برد وبيبقى فيه برضو درجة حرارة مرتفعة يعني فكرة انه بتلاقي كل حاجة في الفصل ده أريح تلاقي أتربة تلاقي برد موجود حر موجود كله موجود بس للأسف زي ما انت قلت الناس اللي بتعاني يا شاذلي الناس اللي عندها حساسية دي الناس دي بالظبط الناس دي طبعا بتعاني طبعا. بشكل كبير جدا أنا من الناس دي أنا جيب أنفية وبعاني بس برضو بحب الخريف وبحب الشتاء يعني بس تهيألي برضو بالنسبة لك ألطف الجو ألطف صح؟ كتير طبعا من الصيف إيه اللي ينزلني في عز الحر وامشي وأحس إن أنا ماشي في فرن في الشارع الدنيا لطيفة والجو خريف والدنيا بديعة عارفة مش طبيعي لا لا ما أنا كنت لسه بقول لك أيوه بس درجات الحرارة فعلا المشكلة إن هي لما يكون الجو حر هو ملوش حل يعني ملوش حل صح. فكرة مهما عملت ملهاش حل غير أنت تقعد في مكان مكيف أو مكان فيه هواء يمكن حتى الهواء العادي بيبقى الهواء سخن برضو فانا حاسه رطوبه مرتفعه طبعا انما بالنسبه للشتاء انت ممكن تتقل شويه في اللبس ممكن ما تنزلش من البيت ممكن تتجمع عند حد من اصدقائك حد من اهلك في البيت لو حابب تنزل او انت تبقى نزلت من البيت يعني او تقابل حد او تتكلم مع حد وبعدين القعده في البيت حلوه برضه يعني نقعد في البيت ايه المشكله بعد ما نخلص شغل ما عندناش حاجه نقعد في البيت ايه اللي يخلينا ننزل اصل بعض الناس بتشتكي يقول لك الايه الخريف او الناس اللي متضايقه يعني يقول لك الخريف او الشتاء بنضطر ان احنا ما نخرجش بقى لان الدنيا بتلاقي بدري قوي يعني هو بالعصر جدا بنلاقي الدنيا ليلت مش هنعرف ونحس ان النهار خلص طب ما يخلص يا جماعه المشكله ما ان شاء الله بكره في نهار تاني جاي يعني ما انت عندك طول النهار ما عملتش اللي انت عايز تعمله ليه طول النهار جاي تشتكي ليه في الاخر وبعدين ما احنا قعدنا 3 شهور ونص برده مستحملين مستحملينكم النهار كان طويل ما خلصتش ليه ما خلصتش عندك ليه صح بس في ناس بقى بتحس بالاكتئاب في فصل الخريف لانه بيبقى فيه شويه فكره الشجر شويه تساقط اوراق الشجر والريح اللي بتبقى موجوده وساعات الجو بيبقى اصفر يعني في مش كل الناس هتتفق مع الغيوم والحاجات دي بتبقى ممتعه جدا مش كل الناس هتتفق مع كآبتنا برضو يعني مش كآبة في ناس والله. هتبقى ما هو احنا بنشوفها انا كنت عايزه اقول لك كده مش عايزه اقول لك كده ولكن احنا خلينا نحتفل بان شاذلي مبسوط بفصل الخريف الحمد لله. ونحتفل انه فصل الخريف بدا وده يخلينا نبسط اكتر تتبسطولي انا بقى عشان قربنا على فصل الشتاء فدي حاجه دي احلى دي برضه حاجه من الحاجات الكويسه دي حاجه احلى ولكن لازم وجب التنبيه انه فعلا الناس اللي بتعاني من الجيوب الانفيه او مرضى الحساسيه لازم تاخدوا بالكم عشان بالفعل الجو ده بالنسبه لكم بيبقى صعب جدا حتى لو الجو لطيف بس الاتربه اللي بتبقى موجوده والرياح اللي بتبقى موجوده بتتعب اصحاب الجيوب الانفيه او مرضى الحساسيه فلازم كمان ياخدوا بالهم ومره ثانيه خلاص ده معناه انه احنا مش هنسال دينا بقى النهارده على الطقس الطقس درجات الحراره خلاص هتنخفض تدريجيا فخلاص دي اجازه 89 يوم و20 ساعه والاربع ساعات هنخليها بس
فعلى اي حال كل سنه طبعا وحضراتكم طيبين، صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، صباح الخير يا مصر.